قدامك 24 ساعة مفيش غيره، بعد كده متسألنيش هنعمله ايه، لأن اللي بيعمل ما بيقولش. نعم الله عليكي يا اختي، هما كلمتين ورد غطاهم. ابعدي عن سكة اللي بتشغليه واسحابي. الجدع متجوز وعنده عيال، ما تبقيش خربت بيوت. انت مين يا اختي وبتكلمي عن مين؟ ايوه يا جدعان على الاستعباط، انت هتديني يا بت في شغل الهبولة؟ بص يا حلوة، انا جايلك النوباتي مرسل سلام، النوبة الجاية مية النار دي هتترش على الوش الحلو ده. انت عايزه ايه يا وليه انت؟ مين مسلطك عليا؟ ما تفهميني يا اختي مين اللي بعتك؟ ده انت باين رجالتك ياما ومش عارفه يا حرام بنتكلموا عن مين فيهم. حم الرحمن يا اختي. روحي قولي له هو يبعد عني ويسيبني في حالي. ليه؟ مبسمك على كمبيالات؟ اسالي وهو يقول لي. لا احنا مش هنلكوا ياما يا اختي، انا مش فاضيه لشغل اللوع بتاعك ده. اسره اتكي على العقل احسن لك واشتري روحك وابعدي عنه. وصلت الرساله؟ وصلت. استنى يا بيت. السلام امانه للي بعتتك، قولي لها تطمن عشان حمو الرحماني مش على رادار حياتي يا عسليه. غور يا اختي. هو في ايه؟ في ايه سبب مرمطتي شايه على الصبح؟ يا وردتي كملي يا بت. تخافيش عليا يا ابله، تاني كيفتها لك على السنتيري، داني نوديها البحر ونرجعها عطشانه كمان. ما من هو يتنيل ويشيلها من نافوخ، لحسن دي لازقه بغيرها. يا ربي يا ابله، بس بيني وبينك قعدت تحك معايا في كلام كده وغوشني ومريحنيش. في ايه بتنطقي؟ يعني قعدت ترغي في كلام ياما كده وتلف وتدور تلف وتدور، بس انا مش مصدقاها. حاكم دي حته بت يا ابله. أيوه لو تشوفي الكهنة والخبز اللي بيطقوا كده من حباب عينيها. ما تنطقي يا ام 44، احنا هنسحبه منك الكلام. يعني ان لما مؤاخذة بأشرف هو اللي هو اللي بيجري وراها. لا طبعا، دي بنت حورتجية انت هتصدقيها. هو يعني يعقل ان بأشرف يسيب الهريسة اللي بالمكسرات اللي بتشر سنة بلدي يبص للبت ام الخلولة؟